السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم، من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. هنبدأ بأسعار الذهب. العيار ال 24 سجل الذهب عيار 24251 نص، البيع 1228 ونص، الشراء. أما الذهب عيار 22، الذهب عيار 22 سجل 1147 وربع، البيع 1126 و25 قرش الشراء. أما الذهب عيار 21 سجل 1095 البيع، 1075 الشراء. ذهب عيار 18 سجل الذهب عيار 18 938 ونص، البيع 921 ونص، الشراء. ذهب عيار 14 سجل الذهب عيار 14 730 البيع، 716 و75 الشراء. ذهب عيار 12 سجل 625 و75 البيع، 614 وربع الشراء. الذهب عيار 9 سجل الذهب عيار 9 469 وربع، البيع 460 و75 قرش الشراء. أما الجنيه الذهب، الجنيه الذهب سجل الجنيه الذهب 8760 البيع، 9580 الشراء. أما الأونصة بالدولار الأمريكي، سجلت الأونصة اليوم 1665 دولار البيع، 1664 دولار الشراء. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا.